وأهل السنة بيقولوا إن القرآن مرجعهم الأول والأهم، لكن يظل إن عفوا السنة شارحة مفسرة بل وناسخة للقرآن أحيانا. إذن هم ليسوا أهل القرآن، والادعاء بأن القرآن هو المصدر الأول من المصادر التشريع هذا ادعاء، أما عمليا هم ليسوا أتباع القرآن. طبعا لا نقول أنهم خرجوا عن الإسلام، لا نكفرهم، ولكن نضع النقاط على الحروف كما هم وضعوا النقاط على الحروف عندما وصفوا من يتبع القرآن بأنه قرآني. لذلك هم صفتهم صفة أهل السنة والجماعة، كما صفة الآخرين الشيعة أو الإباضية. بس هم هذه صفات تاريخية. هم لا يطلقون عليكم القرآنيين، هم يطلقون منكر السنة. إنما الدكتور أحمد صبحي منصور هو من أطلق تعبير أهل القرآن، وصارت تعبير القرآنيون تعبير صحفي سياسي، إنما التعبير السلفي منكر السنة. موضوع أهل القرآن مصطلح قديم جدا من قبل الأستاذ الدكتور أحمد منصور، ولو أنه هو اللي شهره إعلاميا. موضوع إنكار السنة والنكرانيين والأرائكيين ومدري إيش، هذه تسميات يعني كمان جديدة فيسبوكية طلعت. لأنه شعروا هنين أن وصفنا بأننا قرآنيين هي مدح، فقالوا لا لازم نصلح الخطأ، أن هدول يكفرون بالقرآن. لأن عندهم هنين أن من مقتضى الإيمان بالقرآن هو الخروج عن القرآن إلى ما يسمى السنة. فبالتالي هؤلاء عندما لم يأخذوا بما أطلقوا عليه يسموه سنة، فاعتبرونا نقضنا القرآن، فأوجدوا أسماء أخرى للذم، النكرانيين، الأرائكيين، منكري السنة وشبه ذلك. لكن هذه أسماء ما لا تسمي، أما الاسم الإعلامي والشعبي المعروف عن هذه المدرسة هو القرآنيون. وهل يعني الاسم. وهل يعني أن القرآنيين يلغون السنة أو لا يعتبرون لها قيمة وأهمية؟ السنة سواء سنة المروية كأحاديث، سنة السيرة والتاريخ، كيف يرى القرآنيون السنة والسيرة؟ أنا جايك في الحديث، يبدو استبقت يعني الحديث، وصلت إلى آخره، ما زلنا في موضوع اغفر لي تعجلي يعني، اغفر لي تعجلي. نعم. اتباع القرآن، نحن كناس ندعي أننا نتبع القرآن ونلتزم به، فنحن نرفض التسمية القرآنية لأننا نرفض التحزبات والجماعات. ولا يوجد عندما يسمى القرآنيين جماعات أو أحزاب أو مذاهب، لذلك نحن ندعو إلى الالتزام بالتسمية التي أطلقها القرآن علينا، وهي المسلمون الحنفاء أتباع النبي إبراهيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا.